اقول لحضرتك حاجه، احنا النهارده انا كنت سعيده جدا ان اتعرفت بحضرتك وجها لوجه، بس فيني اقول شيء، لمست بحضرتك خفه دم وهيك حركه شو بيسموها، انت عارف انا لو متعشي وضربه بقى، من تحت الحزام بس بطريقه لطيفه، انا لو متعشي في صياعه على خفه دم على لو متعشي هتلاقيني فاتح اكتر من كده بكتير. عايزين لو سمحتوا كلموا اي مطعم، شوف اي فول وطعميه. هي فول وطعميه خليك ادول ده وقتها يعني، شفتي عرفت على طول. هي دي بتاعت الفن والصوت الجميل، ده اللي بتطلع كل انا فول وطعميه من لغايه كده دي، عشان الواحد يبقى تمام وبس. يا سلام، بتك بتك بتكبت يشبع يعني، البطن مليان والراس تمام. ايه لازم اكلها على العربيه. في عربيات فول وطعميه، والله بصي انا لفيت عربيات مصر كلها بسبب احمد سعد. لفيت بجد والله العظيم، بيعزمك على العربيه. بصي لفيت كل العربيات في التجمع الخامس في مصر الجديده، في محل مشهور برضه في مصر الجديده. طب تخيلي احمد مصري طباخه اللبناني بيلف على العربيات وياكل سجق وكبده وصينيه، حاجه مصيبه يعني. طب منين حد مش مطته بخير؟ ما بيحبش الا الحاجات دي، يقول لك لازم اكل سجق مش عارفه مين وكبده مش عارفه مين بكده. حاجه صعبه يعني، اللي هو له كل وحدك. باخذ باخذ بحب كمان جدا. يا الله، طب خي بيريحوكم رجالكم، برافو نيالكم. مش قوي هذا السنتون. لا انا بطبخ بالبيت، لا ما خص. اوكي، الحاجات دي اللي هي بقى افتر بارتي يعني، اللي هو بعد العشاء. انما العشاء والطبيخ في البيت ده اساسي، مسؤوليه نفسه. لا عادي مش فارق معايا، متحصل. ضلي انت بتطبخي طيب صح؟ يا الحمد لله الحمد لله. انا لما بلشت تقولي انه انا بالبيت بطبخ، لقيت ريم انكمشت وانكمشت وفضلت تنكمش. لا انا بقت قد كده، بقت قد كده. عايز احمد لما يتفرج يقول فخشيناهم فهم لا يبصروه. ما بتطبخيش انت ابدا، انت المطبخ متخانقين خناقه كبيره. قالوا لي طب نصالحهم على بعض، كل المواقع كتبت نصالحكم يا حبيبتي عادي صح؟ مالكيش فيه، ما عنديش. انت مش هتعملي مطبخ في بيتكم اصلا يعني، لا هتجيبي مطبخ اخر حاجه دلوقتي احنا بنحضر البيت بفكر فيها. هاتي لك عربيه بقى، خدي لك عربيه بدل.